أنا كمال يلر، مسؤول الطلبة القادمين في تنسيقية مؤسسة فارابي بجامعة أناضولو. إن برنامج التبادل الطلابي فارابي هو برنامج يهدف إلى تبادل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي التركية. تم إنشاء مكتب تنسيقية فارابي بهدف تنفيذ برنامجه في لجنة رئاسة مجلس التعليم العالي يوك. في نفس الوقت، هذه الوحدة هي المنفذة لبرنامج التبادل الطلابي فارابي. يمكن لجميع الطلاب الرسميين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي والذين أتموا الفصل الدراسي الأول من السنة الأولى في مراحل المعهد والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه باستثناء الفصول التحضيرية التقدم إلى برنامج التبادل الطلابي فارابي. من أجل التقديم يجب أن تكون درجة كشف العلامات 2.0 على الأقل من أجل المعهد والبكالوريوس و 2.50 على الأقل من أجل الماجستير والدكتوراه. يحصل الطلاب في نطاق برنامج التبادل الطلابي فارابي على منحة دراسية مجانية من مؤسسات التعليم العالي. لا يوجد مبالغ مستردة لهذه المنحة. يمكن لمواطني الدول الأجانب المسجلين في أي مؤسسة للتعليم العالي أيضا الاستفادة من هذا البرنامج. يمتلك طلاب برنامج التبادل الطلابي فارابي في المؤسسة التي يذهبون إليها نفس الحقوق التي يمتلكها طلاب تلك المؤسسة. يمكن للطلاب الاستفادة بشكل غير محدود من جميع المرافق مثل المكتبة والمرافق الاجتماعية. يدرس الطلاب في نفس الوقت ببطاقة الطالب الخاصة بالمؤسسة التي سيذهبون إليها. سيكتسب طلاب برنامج التبادل الطلابي فارابي خبرة جديدة وتجربة جديدة في المؤسسات التي يذهبون إليها. لذلك نوصي جميع الطلاب بالاستفادة من برنامج التبادل الطلابي فارابي وننتظرهم في مؤسستنا. نتمنى النجاح لجميع أصدقائنا الطلاب الذين سيدخلون الامتحانات.